Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa aidan min fadlika al-kareem, ta'alaw nata'allamu al-yawm asma al-shuhur. Please come today, learn name of the months. Bilmanjaliya, eso amra ajke masher naam guli sikhi. Bil urduiya, aaiye aaj hum log 12 mahinon ke naam seekhein. Awala January, January bil arabiyya yanayar, bil arabiyya yanayar, bil arabiyya yanayar, aw kanun sani, aw kanun sani. January, Yanayar, Aw Kanun Sani. February, Bil Arabiyya, Fabrayar, Bil Arabiyya, Fabrayar, Bil Arabiyya, Fabrayar, Aw Shubatun, Aw Shubatun. February, February aw shubatun. March bil arabiyya, March bil arabiyya, March bil arabiyya, March aw adhar, aw adhar. March bil arabiyya, March aw adhar. April بالعربية أبريل, بالعربية أبريل أو نيسان, أو نيسان. أبريل بالعربية أبريل أو نيسان. مي بالعربية مايو, بالعربية مايو, بالعربية مايو أو أيار, أو أيار. مي العربية مايو أو أيار. جون, جون بالعربية يونيو, بالعربية يونيو أو حزيران, أو حزيران. جون بالعربية يونيو أو حزيران. July, July بالعربية يوليو, بالعربية يوليو, بالعربية يوليو أو تمور, أو تمور. July بالعربية يوليو أو تمور. August بالعربية أغسطس, بالعربية أغسطس أو آب, أو آب. أغسطس بالعربية أغسطس أو آب. سبتمبر بالعربية سبتمبر, بالعربية سبتمبر, بالعربية سبتمبر أو أيلول, أو أيلول. سبتمبر بالعربية سبتمبر أو أيلول. أكتوبر بالعربية أكتوبر, أكتوبر, أكتوبر أو تشرون الأول, أو تشرون الأول. أكتوبر بالعربية أكتوبر أو تشرون الأول. نوفمبر بالعربية نوفمبر, بالعربية نوفمبر, بالعربية نوفمبر أو تشرون الثاني, أو تشرون الثاني. نوفمبر بالعربية نوفمبر, أو تشرون الثاني. ديسمبر بالعربية ديسمبر, بالعربية ديسمبر, ديسمبر أو كانون الأول, أو كانون الأول.
ديسمبر بالعربية ديسمبر أو كانون الأول. مرة ثانية اسمعوا مرة ثانية. جنوري بالعربية يناير أو كانون الثاني. فبراري بالعربية فبراير أو شباط. مارس أو آذر. أبريل بالعربية أبريل أو نيسان. مي بالعربية مايو أو أيار. جون بالعربية يونيو أو حزيران. جولاي بالعربية يوليو أو تمور. أغسطس بالعربية أغسطس أو آب. سبتمبر بالعربية سبتمبر أو أيلول. أكتوبر بالعربية أكتوبر أو تشرون الأول. نوفمبر بالعربية نوفمبر أو تشرون الثاني. ديسمبر بالعربية ديسمبر أو كانون الأول. اليوم أكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله.